اي حد يكتب سمير محمد العاصمي هطلع له بصوري واهداف ومبادئ الحزب والبيانات اللي انا مطلعها. انت مرشح الانتخابات يا فندم؟ ايوه مرشح الرئاسه. البرنامج بتاعي شعبي وموجود على النت، ده للشباب، للناس الكبار، للشعبيين، للمراه، يشمل كافه طوائف الشعب. مميزات ما اقولهاش، بس انا عندي هدف ومبادئ. ايه هو الهدف والمبادئ؟ بان انا اطبق اللي انا شايفه واللي انا عشته، اللي انا شايفه عشان اولادي. ولما اقول اولادي يبقى هم اولادك، لما اقول المراه يبقى هي اختي، لان انا عندي بنتين وولدين، عاوز لهم سكن، عاوز لهم وظيفه، عاوز لهم جوازه. الكلام ده كله انا قايله على النت وموجود على النت رسمي، ودي بيانات رسمي موجوده على النت. قضايا دي موجود رئيس، انا ماليش دعوه بيه، ما اقدرش ادي رايي في اي قضيه. يقول لو نجحت في الانتخابات هتعمل فيه بعد اذنك؟ معلش خد كلامي، انا رايي بعد لما اؤمن ان شاء الله لو ربنا اراد ليا اقدر اتكلم، انما الشعب بقى هو اللي يطالب الرئيس في مشاكله وفي بتاع، ما اقدرش انا اتكلم مع الرئيس لان الرئيس زيه زي سياسي وانا سياسي. انا ليا برنامج ماليش دعوه بيه، انتوا حرين وياه.